جاهل ما تدريش ما تريش مخك معوج الكونترول ايه اف برا لوج عسلامة نسكل في حلقتكم تاع كل يوم اللي هي كونترول اف اليوم وكيما كل يوم باش نحكيو على جافيل ولود جافيل سبب برشا كوارث في الدنيا هذه نتحدى اي واحد في الدنيا هذه ما مشاش يتهدد على دبوزة جافيل سيبنا عليها سيبنا على اسمان يقول هز علي سيبنا عليها صلي على النبي وكنا زاد لبسنا قطعة فيها بقعة نتاع جافيل كيما كبوتك شبيك تغششت وزاد فما ناس تبقى في حواجها برامو بالعاني قالك لاموذ هديا سروال هذي هدي لافيه راهو باللاموذة بالجافية المعمول بون جافيل هي كلمة جاية من حومة صغيرة موجودة في باريس وكان فيها معمل متاع مواد تنظيف وكلمة جافيل هي أصلها جابيل جابيل يعني شد بلغتنا احنا وفي 1774 ان شيميس فرنسي اسمه كلود لوي بيرتولي كان طبيب لو دوك دو سافوا وكان اول دكتور حكيم في تاريخ الاذاعات لو جافيل سي ان برودوي ترو الامبيزيو اشفيرونو ان اون غونس فريكونتاسيون يقول الدكتور حكيم ان الجافيل ماده خطيره جدا قام باختراع الكلور مع شويه ميلانجات اخرين نجم اختراع اول مواد تنظيف واللي هو جافيل وكان ذكا في 1774 وفي المعمل اللي كانت موجود في المدينة الصغيرة اللي حكينا عليها اللي اسمها جافيل كنحبوا نفهموا جافيل كيفاش متكون نلقاو كل جافيل هو سوليسيون باسيك لو بي اتش فاري اون فونكسيون دو كونسونطراسيون و كومبوزي دو ايبوكلوريد دو صوديوم قلنا لك علمنا كسرت النريوس وانت بغيت تقعد الاوكازيون هذيا نقول لكم راني نقري اتيود اسوي مرخاص برشا برشا عليكم كان تكلموني في التليفون طيب خرجت شي ولا نشفك وقعد هكاك محمود ايش فارج اي تشاو تشاو باي باي جاهل ما تريش مخك معوج الكونترول اف برا لوج